من لندن مع الكاتب الصحفي محمد أبو العينين. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. أين وصلت العاصفة؟ كيف هو الشارع البريطاني؟ درجة الحرارة، كنا نتحدث عن 10 درجات تحت الصفر، تقريبا 90 سنتي من الثلج. كيف الثلج الآن زاد درجات الحرارة؟ تفضل سيد محمد. أقول لك أني قادم الآن من مسافة بعيدة من خارج لندن، وكنت يعني أقود سيارتي الخاصة. الوضع طبعا بطبيعة الحال حركة السير على الطرق السريعة ربما تكون بطيئة إلى حد بعيد. أنا جئت من على الام 1 وهو الطريق الرابط ما بين منطقة الشمال ومنطقة لندن. هو بطبيعة الحال للمرة الأولى التي نشاهد فيها تراكم هذه السلوك بهذه الطريقة وبهذا الارتفاع. هناك طبعا خدمات سريعة موجودة على الطريق، خدمات وضع ما يطلق عليه ملح الطريق وهو يمنع تزلق السيارات أو اصطدامها. بطبيعة الحال أيضا ما شاهدناه في شوارع العاصمة البريطانية لندن من ارتفاع نسبة السلوج وانخفاض درجة الحرارة ربما على الانخفاض الذي يظهر على المؤشرات خلاف ما نشعر به. يعني كان الشعور بانخفاض درجة الحرارة منذ يومين يصل إلى حوالي 20 درجة تحت الصفر، يعني وهذه درجة لم يسبق لنا أن شاهدناها. أيضا يمكن أن نتحدث عن المناطق الأكثر تعثرا في مناطق الشمال وفي اسكتلندا. هناك تعطل كامل للخدمات، هناك طرق كالإم 80 وهو طريق مهم متوقف بشكل كامل نتيجة توقف حركة السير لمدة يومين متتاليتين. وكان الأهالي والخدمات التي تقدم من قبل الجيش البريطاني أعتقد أنها موجودة ويتم تقديمها لهؤلاء الذين تشردت بهم الطرق في بريطانيا. نعم. لا تزال ثلوج تنهمر سيد محمد، ولمتى يتوقعون؟ طبعا تتابعون هذا الموضوع وتتواصلون، حضرتك مش خبير بس. لا لست خبيرا في الطقس طبعا، ما انا سبقتك بس اذا عندكم معلومات. لا هو يعني وفقا لما تابعناه وما اعلنته المتروبوليتان وهي الجهه المختصه بالتحذيرات وما الى ذلك بانه ربما تستمر. بالمناسبه هو انخفضت المؤشر من حاله الخطر الشديد وهي الحاله الحمراء الى الحاله البرتقاليه في اغلب مناطق بريطانيا، ربما تتبقى منطقه او منطقتين، ولكن كل المؤشرات تقول انه ربما يستمر هذا الطقس السيء لمده يومين اخرين. يعني تنكسر هذه الموجة ربما الاثنين أو الثلاثاء، وهذه كلها بطبيعة الحال في إطار التكهنات والتوقعات. نعم. التي تبنى على تحليل مؤشرات الطقس. أنا أشكرك جزيلا من لندن الكاتب الصحفي محمد أبو العينين. جاءت التحذير التي تنصح الناس بالبقاء